حضرتك تاني يوم على طول اللي هو ايه قبل الواقعه بيوم ده جه هنا اهوت اخته بتقول لي عبد الرحمن جه ساب مكوه بتاعت شعر جاي بايه اخته تعالي ما جايب مكوه شعر بيقول لي ادي دي لعم احمد اقول له عبد الرحمن بيقول لك خد صلح ديت ركب لها سلك وصلحها فاخت شافت المكوه قالت له احمد ما بيصلحش الكلام دوت احمد بيصلح حاجه لا يصلح مروحه اللي ما بيصلحش الكلام دوت وما بيصلحش حاجه لحد هو بيصلح حاجته بس اللي هو بيلمها بس دي المكوه هو جه قال لك قبلها بيوم الدكي دي قال لك خوكي يصلح اه ده جاني كنت بفتح الحته دي بقاله حاجات بسيطه على يعني على قد كده اهو فانا بفتح وبكنس قلت راح داخل عليا لابس طقم الاسود ولا هو اللي قتل اخويا بيه دوت بيقول لي احمد فين؟ قلت له ابن احمد نام بقاله خمس ايام والله ده بطنه وجعاه وتعبان قال لي لا طب بصي اديله دي قلت له ايه يا ايه دي؟ قال لي ده ما قلت له ابن دي مكسوره ده انا جايبه واحده لبنتي وكسرت ورميتها راح قال لي مالكيش دعوه انت بقول لك ايه خد اديله دي بايه والشر مالي وشه بصراحه والله الطريقه دي قلت له يا عم بقول لك انا بصراحه اخويا لما حد بيديني حاجه واسيبها عندي بيزعق لي راح قال لي مالكيش دعوه بس قول له عبده بقول لك راكب هنا كابل وحط بلطين هنا قلت له ماشي يا عم حتى اديها له خلاص ماشي يا عم روح فانا حطيتها ورا الدشيشه اللي انا ببيع منها دي في القفه دي كده من ورا كده قلت عشان افتكر لما اخويا ينزل بالسلامه اديها له فنزل امبارح انا نسيت خالص فبعدين ايه المهم بعدها دي امبارح بعد ما خدت منه دي بعدها لقيت ببص ايه بتلف الثاني لقيته جاني ايه عند الميزان دوت وراح جاي بيقول لي هات سجاره قلت له انا ما عنديش سجاير قال لي بقول لك هات سجاره من جوه قلت له بقول لك والله ما عندي سجاير اجيب لك سجاير بالعافيه إيه انت في ايه انت تعبان في مخك قال لي في سجاير قلت له اه ما فيش سجاير قال طب ماشي قلت له ماشي اخذ بعضه وطلع يجري كده بس كان الشر بصراحه كان مالعني ما اعرفش كان نظامه ايه بنفس الشنطه اللي هو كان معلقها دي وبعدها راح بقى انت عايز تقول جاي يجر شكلكم ما اعرفش ده كان جاي عشان ايه بالظبط انا ما توقعتش ما اعرفش ده اصلا ما تصلحش ده بايظ يعني دي بالعقل دي ما تصلحش والله ما بكذب عليك هو ده اللي حصل مش وحال طب ماشي وحمل لي كده وبحلق حذرتيش اخوكي لا انا بقى نسيت كان ابويا جه اول الشهر في اليوم ده بقى عارف اليوم ده انا خدته منه وابويا كان جه راجل كبير ده بيقبض معاش فاجي بقول له يا ابني بحط لي ايه عيش بقول له احمد بحط لنا عيش من الشارع اللي هو ال 30 دوت هناك قبل الحي في فرن عيش حلو وفي اللي هو المصر دوت هناك فول وطعميه بحط لنا يا احمد فابويا قال له هتتاخر يا ابني قال له لا فابويا اداله فلوس عشان يجيب له عيش ويجيب له حاجات عادة نستنى احمد لقيت واحده بتتصل عليا بتقول لي الحقيني احمد فين اخوك ابو شعر فين انا معيت مين ابو شعر بصراحه طوار بقول اخويا ده في المستقبل قالت لي لا مش اللي ده التاني اللي بيشغل اغاني هو بصراحه مع نفسه بيشغل كده صب صغير كده بيقعد مع نفسه كده ايه دندن مع نفسه قلت لها اللي كان بيشتغل ايه هو بيبيع شويه خرده كده عجل بيصلح عجل وبيبيعها وفي ساعات بيروح يسوق الجمعه في الاساس كان سمكري فلما جرب عندك مرض الكبد راح ما رضيش يشتغل في حكايه السمكره عشان جنبه وكده والكبد اللي عنده بقى يشتغل في شويه ايه مبلغك باللي حصل واحده سماح هنا جنبي كانت متفقه معايا نروح نقبض اول يوم في الشهر من البوسط فبتقول لها هتيجي بقول لها لا روح انت احجزي لي وبعد كده هوت ايه برن عليها وانا اجي لك قالت لي خلاص ماشي ما فيش 10 دقايق لقيتها بترن عليها بتقول لي اخوك احمد ابو شعر دوت قلت لها ماله قالت لي في ناس عماله تضربه عند المصري بسكاكين قلت له احمد مش بتاع مشاكل قالت لي لا والله العظيم بقول لك الحقي وتصوت في التليفون رحت انا قلت لها الله انت بتتكلمي بجد يا بنت هبله ولا ايه؟ قالت لي والله بكلمك بجد رحت انا قفلت السكه بترن تاني قالت لي على فكره الراجل قطع دماغ اخوك رحت فعلا لقيت كانت مجزره شفتي ايه بقى؟ شفت بقى ان اخويا ما فيهوش رقبه وواحده بتغطيه ناس كده بتغطيه بملايات زي كده اهو وملايه تانيه وفيها ورد كده اهو وواحد جاب دماغه جايبها وماشي في ايديه لو دوت واحده خدها منه حطها في كيسه وراح ايه؟ حطها على بطن اخويا وجا عند بطنه وقعد يضرب في بطنه بالسكاكين السكينه قد كده انا دلوقتي واحده من ضمن اخواته انا عايزه ده يتشنق في ميدان عام لان حرام لما يظلم اطفال زي كده واحد على باب الله